نرى أن سلطات الاحتلال وجنودهم يقومون بتفرقة الناس من حولك. نتمنى أن تبقى سالما في ظل هذه الظروف. كما نرى مشاهدينا جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي يحاول أو هو يبعد فعليا مراسلنا بشار صغير من أمام باب الأصباط الذي نقلنا وننقل لكم منه هذه الصورة التي يحاولون زعزعتها، يحاولون كما نرى إزاحة الكاميرا لنقل الصورة من هناك. جنودهم ينتشرون يحاولون تفرقة المقدسيين الذين لا يطالبون إلا بفتح أبواب المسجد الأقصى للدخول إلى مسجدهم وإقامة الصلاة فيه. مجموعة من الصحفيين نرونهم الآن، صحفيون أجانب أو فلسطينيون يقومون بهذه التغطية، لكن سلطات الاحتلال لا تكف حتى الآن. بشار، يبدو أن الصورة تزعجهم، صورة نقل الحقيقة من هناك. كما شاهدت زميلتي، تفضل بشار. بشار أرجو أن تكون بخير الآن. قوات الاحتلال قامت بإبعاد كل نعم كل شيء على ما يرام بالنسبة للصحفيين، لكن الأمر ليس على ما يرام البتة لباقي المواطنين الفلسطينيين. ها نحن نرى كيف تقوم قوات الاحتلال بإبعادهم، نتمنى بأن لا يقوموا. ماذا قال لك ذلك الجندي بشار حينما اقترب منك وطلب منك الابتعاد؟ هو طلب فقط الابتعاد، حاولت أن أخبره بأننا نغطي بشكل بث حي مباشر، لكن بطبيعة الحال يعني قوات الاحتلال لن تستمع لنا، فنحن بالنهاية فلسطينيين بالنسبة له. سأدعك تقترب من هذه المشادة لتعرف لنا ما الذي يجري تحديدا هناك. كما نرى لا زال زميلنا بشار صغير يتعرض للمضايقة ويطلب منه هذا الجندي أن يبتعد من مكان عمله أين ينقل الحقيقة التي تجري على أبواب مسجد الأقصى الذي انتصر الفلسطينيون فيه خلال هذا اليوم من إرغام سلطات الاحتلال على التراجع عن إجراءاتها التي فرضتها لمدة 12 يوما، لكن يبدو أن الفرحة بالنصر كانت أكبر منغص لهذه السلطات، ونراها اليوم توصد باب حطة، بينما نراها أيضا تقوم بمجموعة من الاعتداءات. طالت حسب الهلال الأحمر الفلسطيني 96 جريحا، وهي كما قلنا الحصيلة الأثقل خلال الأيام الماضية. مراسلنا يعود مقاوما طردات أو طرد الاحتلال له. أتمنى أن تكون تسمع صوتي بشار. بشار يبدو منهمكا لا زال في محاولة الهروب من نظرات وإزعاجات سلطات الاحتلال له وللصحفيين الذين يقومون بمهمتهم على أبواب الأقصى.